أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم في برنامج تشاش اللي كيتصور مع 11 مونتاج مع 12 بيان سير ما تنكملوش الهاش. العلم نور والجهل عار. مرحبا أستاذ. الله يجازيك بخير على يخطيكم. مرحبا. خير وسلام أستاذ، خير وسلام. لا، ما كاين حتى حاجة. أستاذ، قبل ما ندخلوا في خضم الموضوع، يعني يا ريت، شنو هادي؟ هادي اللي عندك هنايا. هنا؟ شنو؟ هادي توحيمة. توحيمة؟ توحيمة. علاش كنت توحم الوالدة بالسلام؟ على هذاك الزرواطة. لا، هذاك المسند. اللرز. هذاك شنو هذا؟ بنجال. بنجال كان زرق شحال هذا. لا زعلوك هذا. ولا اله الا الله. استاذ بالنسبه ل يعني ما يروج في الاعلام حاليا، هذه المساله التعاقد اللي داروا لكم. لا لا، ما نسمحش. كيف يكون صحيح ويكون الكلمات فرضوا عليكم الله يجازيك بخير. علاش ماشي بحال بحال؟ لا، فرضوا عليكم ماشي داروا عليكم. هو بيني وبينك بحال فرضوا عليكم بحال داروا عليكم. فيك فيك صافي. صحه وسلامه. بالنسبه للاستاذ سولتيني على فوائد التعاقد وهادشي خاص يعرفوه الناس. فوائد جمه. شنو هذا؟ فوائد جمه. فمن بينها انه العطله الاستاذ المغربي غتخدم عامين وترتاح حياتك كامله، تقدر ما تخدمش انت كاع مده طويله. نبقاو نستناو حنا الصيف تيجي عاد نشد عطله ولا ريح مع راسك استاذ. كاين ايضا انك كتخدم ما تابعش الوزاره او لا تابع واحد المنظومه كبيره، تابع فقط المدير اللي انت خدام معاه. ارتاح لك غتبقى، ما ارتاحش لك غتمشي، والمدير غيعرف مصلحتك اكثر منك، فيتك عنده درايه اكثر منك. وفوائد جد يعني مميزه اللي داخله في الخضم ديال القيمه ديال الاستاذ اللي غتهبط تل كذا، وكاد المعلم ان يكون رسولا. وبالنسبه للاستاذ للشواهد الطبيه؟ لا ما مقبولينش. كيفاش؟ لا ما يمكنش. علاش؟ الاستاذ ما كاين مراتش الاستاذ. كيفاش؟ وصحيح. ويلي منع... وشوف منعتكم. الله يا ودي شوف هنا منعتكم. واحد صحانا. صحيح. عربي صحنا. العلم نور والجهل مهند. رب العالمين. أستاذ، واحد المعلومة رائجة دابا حاليا. مالك يا أستاذ؟ مالك؟ صحابني شي يد داز. لا لا لا، مكاين والو، مكاين والو. واحد المعلومة رائجة هنايا، يعني أنت هنا اللي توضيع. الله يا ودي. سمعنا في تركيا بأن أغلى صلاة. 150. هذي باقا كتبان هنا؟ باقا تما. مرة كتحول لي هنا، مرة كتهبط، مرة على حسب. الشمس هذي. إيوه. أستاذ ركز في الموضوع. اسمح لينا. سمعنا في تركيا أستاذ بان الاستاذ عندهم اغلى صالير تكريما له، حيث من عنده تيتكونوا القضاة المحامين المهم. تركيا الاستاذ كيتخلص مزيان. ايه هو الاول. هو الاول مزيان. كذوب. علاش كذوب؟ اش كيفاش؟ اكثر استاذ كيتخلص في العالم هو الاستاذ المغربي. الله يخليك. ولا عاد ولا مشطار. واقسم لك بالله. كيفاش استاذ المغربي شحال تيتخلص؟ شحال قدك؟ تقريبا كله فين كيشدها تقريبا. اها الله الله. اها وتقول لي انا ولا لا اله كل يوم كيكذبوا. تركيا كذابه. شوف بحالهم بحال افلام. كانت خلصوا في العطل. دخلت ها رصا نوريهم البونيس. رصا الله يرحم باه. رصا غدر الركبه غضربنا العين. اصلا التعليم ضربوا الله غتزيد ضربوا العين. قول لي يا استاذ، قول لي ما تلاقيتوش مع السلطات؟ شكون هما؟ البوليس. اويلي لا مرة اطلاقا. واش ما تلاقيتهمش كاع؟ ما كايناش هاد الهضرة أستاذ. وكيفاش هاد الفيديوهات اللي تنشوفو دابا مؤخرا؟ كاين هادا دارو شي فيديوهات هاد الأيامات. شنو؟ واش ديال اليوتيوب؟ ديال اليوتيوب. كل ديال اليوتيوب. ديال اليوتيوب. لا كنا كنتعشاو. تتعشاو؟ المشوي. العمليت البسطيله كسكسو الرفيسه الشاور البيض ورصه معنا شبعان. الله يرحم باك. والله والله يا سيدي بالله ثلاجه عامره للحنه. طلق مني غنبدل لك التوحيمه. طلق مني طلق مني.
أستاذ جاوبني وي أنت عنصر مهم بالنسبة لي قول لي جاوبني يا أستاذ نجاوب شنو هو البرنامج ديالكم المستقبلي إن شاء الله الرحمن الرحيم من بعد هاد التعاقد اللي داروا لنا حنا فريضة بحال داروا لنا بحال فرضوا علينا الله يرزق الصحة والسلامة عندنا برنامج واضحة أستاذ إن شاء الله الرحمن الرحيم أولا غادي نبداو بهذا الفاص غيتقلع من بعد هذا من بعد ان شاء الله متفقين هذا راه فيلم ديال الساوه هذا راه فيلم ديال الاجرام شنو استاذ والتلاميذ مالهم التلاميذ مالهم ما غيقراوش علاش باش يتعلموا رانا تعلموا غيجيو يتعشاو بسطين ويجيكو قرصة ضرب معانا لا الله يحبك والله إلا كسكسو دير ريجي المعمر شبعان المشوي قرصة الهروي لا الديسير اه الديسير أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات سطيلة شكوى الرب العالي أوه.